بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. رمضان كريم أبنائي، أولياء التلاميذ، رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. نتمنى أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لاحظ كيف يحسب رائد المجموع التالي. ننتبه، إذا عدنا كسور عشرية، عدنا مجموع عدد طبيعي زائد كسر، عدد طبيعي زائد كسور كذلك عشرية. ننتبه عند الجمع بهذه الطريقة. أولا سأجمع الأعداد الطبيعية، الواحد مع السبعة، ثاني ثمانية. الجزء من العشرة، الأعشار هنا عندي يعني اثنان على عشرة، وهنا عندي أربعة على عشرة، سأجمع الأعشار مع بعض. إذن واش يعطيني؟ أربعة زائد اثنان، لأن في جمع الكسور لازم عند الجمع أن يكون عندي نفس المقامات. إذا نجمع الكسر الذي مقامه عشرة مع الكسر الذي مقامه عشرة، إذا أربعة زائد اثنان تعطيني ستة على عشرة. دائما راني نجمع زائد قتلي هنا خمسة على مئة، نكتب خمسة على مئة. إذا ثمانية هنا، الثمانية هنا شوش قلنا؟ قلنا أن عند الجمع يجب أن يكون عندي نفس المقام. هنا باش يكون عندي المقام مئة، فاش نضرب باش يكون عندي مئة؟ إذا مئة نضرب في عشرة، أضيف صفرا واحد. إذا بما أن ضربت المقام في عشرة، البسط فاش نضربه كذلك في عشرة، وتولي عندي ستون على عشرة. زائد ننتبه هنا الثمانية كذلك نكتبها على شكل كسر، أي عدد طبيعي كي نكتبه على شكل كسر هو ثمانية على واحد. إذا ثمانية على واحد هنايا معنى هذا أن ثمانية راه ثمانية على واحد، باش يكون المقام مئة. إذا نضرب واحد في مئة باش يعطيني مئة، بما أني ضربت الواحد في مئة، إذا ثمانية كذلك نضربها في مئة، تولي عندي ثمانمئة على مئة، ثمانمئة على مئة. دائما راني نجمع. الآن تلاحظوا أن عندي نفس المقام. الآن باستطاعتي أن أجمع، يعني هنا الآن باستطاعتي أن أجمع هذه الكسور كلها. لماذا؟ لأن لديها نفس المقام. وهنا ننتبه، هنا دائما نتبع المقام الأكبر، ما نردش مئة إلى عشرة، وإنما نرجع عشرة رجعها إلى مئة، نروح دائما للمقام الأكبر. الآن أستطيع أن أجمع. إذن عندما أجمع شحال يعطيني؟ عندي ثمانمئة زائد ستون زائد خمسة دائما على مئة، وتساوي ثمانمئة وخمسة وستون على مئة. ثمانمئة وخمسة وستون على مئة. إذن أعيد وأكرر، عندنا عدد طبيعي زائد كسر، وعندنا كذلك هنا تفكيك، يعني هنا كسور عشرية مفككة، إذا فككناهم. الآن نجمعوا العدد الطبيعي مع العدد الطبيعي، تلاحظوا سبعة زائد واحد تعطيني ثمانية، سبعة زائد واحد تعطيني ثمانية. الجزء من العشرة اثنان على عشرة مع أربعة على عشرة نجمعهم كذلك أعطوني، لأن أربعة زائد اثنان تساوي ستة على عشرة، وخمسة على مئة نهبط خمسة على مئة. الآن تلاحظوا أن في الجمع الكسور، أعيد وأكرر، في جمع الكسور لازم عند جمع الكسور أن الكسور مقامات تكون نفسها، ما يكونش مقام عشرة ومقام مئة ومقام مئة. لا، يكونوا نفس المقام. إذا لازم هذا الكسر نرجع المقام تاع عشرة، عفوا مئة. إذا هنا عندي عشرة باش يولي مئة، معناتها نضربها في عشرة. كي ضربت المقام في عشرة شفناها في الحصة الماضية، كي لما ضربنا العشرة في عشرة ضربني مئة، بما أني ضربت المقام إذا راح نضرب البسط كذلك، إذا صبحت عندي ستون على مئة.
إذن وثمانية رهنا عدد طبيعي، أي عدد طبيعي، أي عدد طبيعي عند كتابته نكتبوه على يعني يكون المقام تاعه واحد، أي عدد طبيعي يكون المقام تاعه واحد. إذن جمعنا عفوا نعم سبعة مع واحد تضلي ثمانية، ثمانية كي نكتبها على شكل كسر دائما المقام تاعها يكون واحد، واحد باش يولي العدد مئة، إذن رايح الضربة هنايا في مئة باش يعطيني مئة، بما أنني ضربت المقام في مئة إذا نضرب البص كذلك في المئة، في المئة. إذا الكسر الجمع تاع المجموعة من الكسور هذه هي 865 على 100. الآن نروحوا لمثال آخر، أحسب بنفس الكيفية المجموع. إذا لدي 3 زائد 1 على 10 زائد 7 على 100 زائد 6 زائد 2 على 10. إذا واش قلنا؟ قلنا أننا نبدأ بجمع الأعداد الطبيعية الأولى، إذا 6 مع 3 تعطيني 9. إذا أي عدد طبيعي كي نحب نكتبه على شكل كسر يكون المقام تاعه واحد. الآن نجمعوا الأجزاء من العشرة، عندي 2 على 10 ننتبه، عندي 2 على 10 زائد 1 على 10 إذا تعطيني 3 على 10 تعطيني 3 على 10. إذا دائما عندي عملية الجمع، راني في الجمع. الآن نجمع قالي جزء من المئة، زائد 7 زائد 7 على 100 زائد 7 زائد 7 على 100. واش قلنا؟ كما قلنا هنا رايحين نعيد نمشوا الأكبر مقام، أكبر مقام هو المئة، إذا أكبر مقام هو المئة، معناتها هذا الكسر المقام تاعه لازم يولي مئة، وهذا الكسر يولي المقام تاعه مئة. نمشي نوريكم يعني كيفاش نعمل. عندي 3 على 10 هذا درسنا الماضي، تساوي لازم المقام يكون مئة، إذا هنا نكتب البسط ونكتب المقام. ما هو العدد اللي نضربه في 10 ويعطيني 100؟ 100 هو العدد 10، بما انني ضربت المقام في 10 نضرب البسط كذلك في 10، تصبح عندي 30 على 100، 30 على 100. 9 على 1، 9 على 1 تساوي اذا لازم المقام يكون 100، نكتب الواحد ونكتب التسعة. إذا واحد فاش نضربه باش يعطيني مئة؟ نضرب في مئة، بما أنني ضربت المقام في مئة نضرب البسط كذلك في مئة، يعطيني 900 على 100. إذا كسور تاعي صبحت 900 على 100 زائد 30 على 100 زائد 7 على 100. ننتبه لأننا في الكسور لازم عند الجمع يكون عندي نفس المقامات، نفس المقامات، ما نقدرش نجمع كسر كسور واحد في 100 واحد في 10، لا، لازم الكسور أي كسور عشرية أو غير عشرية المقامات لازم تكون نفسها متساوية، المقامات نفسها. إذا نجمع الآن، ندير خط الكسر تاعي أبنائي، 900 زائد 30 زائد 7 دائما على 100، نكتبوه مرة واحدة لأن 100 تكرر هنا، إذا وتساوي 937 على 100. إذا مجموع هذا الكسور يساوي 937 على 100. هذه هي الطريقة، ونتمنى أنكم استفدتم، وسنحاول في الحصة القادمة إن شاء الله أن نقوم بعدة تمارين من هذا النوع من الدروس. إذا شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والمتابعة أبنائي، وصحة فطوركم.